أنتم الآن مع برنامج هذه حياتي. هذه حياتي. مليح حال الشعب. واش راكم لاباس؟ لاباس غير نتوما بخير. واش الحاله؟ لاباس الحمد لله. ربطنا على النوى الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وانتم لاباس؟ لاباس غير الحمد لله. الحاج روحوا دوكا قلت لي كعيط لك قلت لي روحوا لزهانه ان شاء الله. ان شاء الله. روحوا شوفوا تماك. اي طلع. اي صح. اي صح سيدي. الحاج مليح وصل من زهانه. لوريجين تاع الوالديه تاع الوالدين انا زايد هنا من دي جديده اي والله انتوما زايدين هنا انا احنا اخر 4 ولا 5 بشاش انا وحدي الحاج تماك نروحو نشوفو قبر تاع الشهيد لا قبر تاع الشهيد قلت لكم غير البلاصه الى الى مازال ما يشعره مو القبر جابوه جابوه لي اللي كانوا معاه سوا ديزون جابوا الرفات تاعو جابوا الرفات تاعو الهيكل تاعو العظام تاعو ايوا دوما والبلاصه قعدت هكاك وهذوك جابوه بور انتيري لا فيريتي تنقال هو كان مدفون في العاليه في العاصمه نعم كان مدفون في العاليه في العاصمه واه الاولى في العالية ايوه ايوه وجاونا هنايا كانت مو الله يرحمها حيه ايوه دخلوا عليها باراتيناج نجيبوه هنا والجزائر بعيده وكذا منا ايوه هاي جابوه مي جابوه بور انتيري ما جابوهش بور أيوة. بور شي بوزيو كيما يقولوا بور حشب ايوه هما واش من لي زانتيري اللي كانت عندهم باش يجيبوه لهنا ما يخلوش في العالية ها؟ وشنو من ليزانتيري اللي كانت عندهم باش يجيبوه من العاليه داروا كيما يقولوا هما جابوه لهنا جابوه لزهره شي بيبر جابوه لا جابوه الوهران جابوه الوهران جابوه الوهران اه؟ ودفنوه في زهانه اه؟ باش زعما ما يفيقوش اه على الشيبانيه وكاع هذاك وداروا رايهم تما اي سي بور افوار لا بوسيبيليتي دافوار دي شوز مع بيه وداروا كاع داروا صوالح بيه كاع الدوس كاني من نافي هاد الحبوبه الجدد تاع الكور حاجه شكون هما هادو اللي داروا به صوالح؟ اللي كانوا معاه دوك راه باقي غير واحد في بالي وسنا راه في في زهانه ما عرفت الا مازال حي ولا كان حي توجور يقول لها الحاجه كيفاش جابوه باش يديروا به لي زافير كيفاش؟ كيفاش وشكون هم هذو اللي جابوه باش يدفنوه لهنا اللي كانوا زعما معاه في الثوره في الثوره اه مجاهدين
خاطر هو كثر الثورة دها كاع من تما من زهانة بعد. الحاج انتوا في الأصل زهانة وحولكم الاسم تاعكم زبانة. لا هو حوله. هو حوله زبانة. هو باش خلينا ترونكي. أيوة. من عند فرنسا. أيوة. انتوا كنتوا. هي كاين زوج صوالح. وكاين داك القيس كان لي سوار تاع زاباطا لا تسمع به سي تان كوبا ايوا كان شايع داك القيس ايوا منعرض الى على خاطر هدر زابانا ولا على خاطر باش يخلينا ترونكيل سمعت تركي مع فرنسا يا تمكن رحتوا لي طاسيفيل لقيتوا روحكم اللي تو زابانا لا هو هو دور لوريجين باش تجيب كواغاتو كاع تجيب زهانا بصح هو دار هذا سيرنو زابانا كان في دخل سونت فورماسيون بروفيسيونيل لي ديبلوم تاعه زابانا ماشي زهانا داك القيس من داك القيس خاطر دخل سونت فورماسيون بروفيسيونيل ويدير الاسم هيا دار زابانا هو الاسم هذا قلت لك سوا نجلب بزاباطا سوا الروح لا فيريتي ما نجمش نعرفوها هكا كنت صغار كان هو جابد الروح وهكذا وكلش ولا كان معاكم دائما احنا مقصرين لا دائما معنا شويه بصح كنت راه تاع الصوره تاع طورا اينو زايفيتي زعما هنانا منهم لا صبري احنا هربنا ما باه تدي من تعطي حاجة من عندها سي انتروفاب كما يقولوا كل شيء خاصنا الروحة الحاج راه محلين الحاج اللي نحبه نزلت ايه الله اكبر الحاج واقر هي مغلوقة الدبانة هي مغلوقة الحاجة هي مغلوقة مالا هنا مدفون لا جابوه هنا كان هو مدفون في العالية روح هنا الحاجة ايه كان مدفون في العالية كان مدفون ايه ايوه وجابوه هنا يا يلاه فوالا ايوه من بعد تاني عاودوا داوه الزهانة ولا الوهر والله ايوه ايوه يسمى جابوه من العالية هو كي شنقوه داوه دفنوه في العالية وقعد مدفون ايامات ايه. ومن بعد هذوك تاع صحابه تاع هنا راحوا جابوه عند شيبانية لما تعطهم لوتوريزاسيون ايوه باش يجيبوه هي وجابوه ايوه هذه هي واش من العام جابوه لهنا ابوبري 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 ما يعرف 65 66 ما نكذبش عليك هاكا قبالك واه ب 65 66 ما يعرف باش نكذب عليك ما نكذبش عليك ايوه مالا دوكا نعاودو نروحو نروحو واقيلا للدار الوهران دبر راسك نروحو للدار ان شاء الله نطلعو للدار مالا الحاج انا جينا لهنا دوماج ما لقيناش باش قلنا نروحو نقراو ام الفاتحه عليهم لهنا هذيك للاسف الشديد ما مغلوق مغلوقه اي وما شتا حنا ما نتعبوش العساس ثاني ما نحسش عليه العساس ما كانش العساس ما كانش اي روح روح اه اي روح راي تردو الله اكبر بسم الله يا رب يا كريم ما لقيناش العساس يسمى كيما لقيناش العساس نروحوا لوهران هو خليني احبس هنايا خليني نصلي تصلي العصر نروح الوهر نعم هيا ان شاء الله
يذبيلي يا نار على زبانة يذبيلي يا نار وعلى زبانة يذبيلي يا نار على أولاد بلادنا يذبيلي يا نار على أحمد زبانة بطل وهراني أسمر قمحاني بطل وهراني أسمر قمحاني سيفه إيماني. بسم الله بسم الله وتكلنا عليك يا الله. ضربنا دورة خفيفة الحاج. نعم ضربنا دورة خفيفة بلا واه جات شابة كاع الحمد لله الحاج. دوك حنا راح نحكوا أكيد حنا في عائلة شهيد بطل واحد حرر الجزائر وأنت مجاهد بطبيعة الحال. أنتم شحال في العائلة تاع الشهيد أحمد زبانة؟ أنتم شحال خاوة؟ نعاود نحسبها. كان هو باش شارف حميدة الهواري عبد القادر. عبد القادر اللي هو المتحدث. ايه تودرت وعاشوراء. عاشوراء عاشوراء وعاشوراء خيرة خيرة نورة حليمة صحيت. ايوا لو كان تحكينا على الطفولة تاعكم كي كنتوا صغار انت مع الشهيد احمد زبانة وخوتك كيفاش كنتوا عايشين؟ لا بالعربية هو ما قعدش معنا بزاف. ايوا فهمت هو ديجا كان ديجا في النظام من صغره. ايوا من 17 ولا 16 ولا 15 كان بدا في النظام. ايوه فهمت. ايوه وحنايا تما ابري اون اسو باللي كان في النظام. ايوه الور وكان الدعوه زعما سكري داك القيس. فهمت كانوا مع صحابه هذوك اللي كانوا واحدين يلقدوا يسكنوا في الزنقه معنا واحدين ما نعرفوهمش كاع. ايوه كان ساقر علينا. الحاج قبل ما يلتحق احمد زبانة قبل ما يلتحق بالثوره انتم كنتوا صغار كيفاش كنتوا في البيت هكذا يبان عليه باللي تاع واحد ثوري واحد كذا واش كانت تبان عليه ملامح من هكذا واش كان هو كان كما يقولوا لحام سودار شودروني سودار هي وكان في دار السونتر تاع غارغنطا دارها دو فوا في بالي بور افوار الدبلوم زعما تاع هذاك الدير هيا إلا يسون ديبلوم هيا خرج وخدم شوية في عند البريفي قليل ومن بعد شوية قدام كسموه مي كان منفي خاطر هو دون طون فرنسا دارت عليه 3 زون بريزون اي 3 زون دانترديكسيون سيجور. قبل ما نقول الثورة وهذيك قبل الثورة قبل الثورة في لي زاني 50 كان كل شيء داس روحه. ايوا هذيك حتى من بعد انا حكموني وداوني على خاطره انا داوني سيكريا تاع شاطو نوف لا تسمع به شاطو نوف تما هي هودوني عندهم وقالوا لي زعما زبانة كان معاك كان لقاك هنا عند الجرده هاد الطريق تاع الجرده هذه قلت جيت داوني انا وخويا الهواري الله يرحمه مين هودوني تما كاينه مي قلت لهم هادي مشتوني نهضر خاطر قالوا لي شلك تهضر معاه عند الجرده هو كان يجي ليك كان يجي طون سون طون سي فري كان يجي طون سون طون يدير لي نوفال تاع سيبانيا ولا نوفال تاعنا هي وما يدخلش للدار كان ما يجيش كاع ما يدخلش يرسل لي مع واحدين نلقاها تال بلاص اني عاقل تاليا طاني رونديفو في لوبيتال الدخله تاع لوبيتال لوبيتال تاع وهران تاع وهران تاع وهران هي هذيك تاليا خاطر الاولى طاني واحد اخرى افون تاع في مدينه جديده وهذه تاع تي ميكسكيوز معليش راني نعرق انا معليش معليش بس دقيقه برك دقيقه برك الحاج هاي واحد صحيح اوكي ريح 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 من بعد كنتوا تلاقاو هكذاك واش كان الحاجات اللي كان يحكيهم لك ولا كان يوصيك بهم؟ لا كان يسقسي غير على لي نوفال تاعنا تاع الحاجه الشيبانيه الله يرحمها هي وبقى على خير وبقى على خير وبقى على خير. شكون كان قريب من العائله تاعو من خاوته وشكون اللي كان قريب بزاف للشهيد؟ الشهيد احمد زبانة وشكون اللي كان من خاوته وشكون اللي كان قريب ليه بزاف وكان يسرو بزاف؟ لا كان كان يلغى لي غير لي انا خاطر انا كنت قاعد صغير تما كاينه وكان زعما عارف بلي
جو زعما انت مع امك ايا وكان انتم شحال ريحتوا باش عرفتوا باللي هيخدم مع المجاهدين حتى من حكموه كي حكموه حتى من حكموه ايوه كان خاطر كان كل شيء عندهم سكري فهمت ايا وحكموه داوها ديريكت قالوا نفاوه المصلحه داروا له 3 زون تاع الحبس خاطر فوق 3 زون حكم لي زاني 50 حكموه داروا له 3 زون مراكو 53 و 53 زعما غير لو طون دو بريباري لا ريفولوسيون هو لا ريفولوسيون زعما باعوه بعد انت كي داوك شحال حكموك عندهم تماك ماشي بزاف نقول لك ماكسيموم 3 جور 2 ولا 3 جور خاطر شويه نرفيتهم انا بوركو باسكو قالوا لي شنك تهضر معاه عند شارده فيها هنا لتحت قلت لهم مش سي فري سي فري السلام عليكم هلا كيف بخير انس احمد تكون بخير اشراك بخير لاباس انتم بخير الحمد لله هذا احمد زبانه هذا هو اللي سميت على سميته على ايوه السلام ورحمه الله لاباس ايوه يسمى بعد حكموك انا احنا نكملوا انت وقت ما حبيت دخل دخل ايه حكموك تماك ومن بعد شدوك عذبوك يومين اي عمور يومين ايوا وكملوا معايا زعما مين عرفوهم بلي ماشي بصح خاطر انا كذبت عليهم مي قالوا لي وي غادي تلاقى معاه قلت لهم ودينا كانت دار العسكري ما طلعت تعرفها دار العسكري دار العسكري جايه في البولفار هذا الكبير اللي هكا القصبه قصبه وترو اون فاس العمري بكري كانت تماك كي يقولها دار العسكري دوك راهي كيوسك فهمت اي قلت لهم طاني رونديفو تما كاينه عاد باش حبسوا لي لا تورتور لا تورتور زعما تاع 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 كبار ماشي تاع صغار شحال كان في عمرك ذاك الوقت كان عندي 17 اون ولا اونتر 17 و 18 مانيش عاقل نيشان لا سي 56 لا لا سي 50 اون 50 خاطر ها هو دخل الحبس اون 50 الاولى داروا له 3 زون بريزون 3 زون انترديكسيون سيجور هي و لا تقول اون 50 باسكو مور الحبس كي كان منفي كان يدخل واه بصح كي كان منفي كي كان منفي كان يدخل طون زون طون سوا نتلاقى في السبيطار سوا خاطر كان واحد معاه يخدم معاه يجي للدار يقول لي راه حميده باغا يهضر معاك اليوم ولا غدوة ولا ها هو كان يرسل لي واحد ايا ويوجدوا طريق زعما ايوا هو كان روشيرشي زعما خاطر كان انترديت سيجور كانوا دار 3 سنين تاع نفيان و 3 سنين تاع حبس و 3 سنين زعما تاع با دو دروا سيفيك وكذا ها وكي كان في مستغرب تما كنت تشوفوه كنت تروحوا تشوفوه لا ما كلفش حد ما كنتش نروح واحد ما كان لا في كي كان مستغرب انا هو اللي صحرت يعرفهم حصل لي شرف خدمت في مستغرب وتلاقيت مع هذا السي بن يعقوب اللي واحد من الاب تاعو كان في الحبس معاه في 50 في غليزان وحكى لي وقال لي كان مع الاخر ومن بعد قدم لي هذا سي حميده كوكا اللي كان معاه في المنظمه السريه وقال لي كي جا عندنا حنا هنا درنا له واحد الفيلا في مجيت البحر وقال لي كانت تجيب مه تزوره تجيب له شويه كعك شويه الاخر قال لي قعد معنا حتى الـ حتى الـ حتى النهار اللي راح ما عرفناش علاش راح راح وحده قال لي حتى واحد ما عرف علاش راح قال لي عليها اندلعت الثوره ما خبرهمش علاش والسيد كان هدا لي صوره كان تصوروا فيها في الحديقه مع جماعه لوس اللي كان معاهم التصويره هذيك راها الهيته نجمو نجيبوها ليه هذه هي اللي وحكاوا لي ثاني باللي كان دار واحد الاجتماع في تجديد في واحد المقبره تاع تما مسغان اسمها واحد الحومه اسمها تجديد فيها مقبره وقال لك يدخل المقبره نضرب كراعه وسالب الدم وقعد يسيل بالدم ودار الاجتماع نتاعو تما وهو واش يحكوا لك هذو الناس اللي تلاقيتهم انت هذو واش يحكوا عليه على احمد زبانه اللي كانوا معاه في السجن اللي كان بون هذا احمد داك كان ما كانش معاه في السجن واللي كان معاه في السجن قال لي يا ودي قال لي من اروع الاشياء اللي قعدت في قلبي انا يحكيها لي قال لي الوالد قال لي مي كنت في الحبس قال لي كان في الحبس بوه قال لي كان بويا كبير قال لي ومي كان كبير
قال لي ما كانش ينجم يخدم. قال امر احمد زبانه المساجين الاخرين باللي يديروا كيجي الدور نتاعه باش يدير الكورفي. قال ما يديرهش هو، يديره الاخرين على الاخر. وقعدت في الذاكره نتاعه كيقدموني الناس بلي على انا اساس ولد خو احمد زبانه ناقل عنقني. وقال لي الاول اللي جا عنده كي كان فيه المصغانين، قال لي جا عند بويا، قال لي جا عند بويا هو اللي دار به، هو اللي حوس به تما، واللي دخله تحت دخله المصغانين. بعد داوه للسجن زادوا عاودوا اعتقلوه داوه ل واسمح لي في السجن هذاك في غليزان كان معاه سي عميروش وكانوا معاه جماعه بزاف من الوسط. بس غاني ما راح ما عرفوش من بعد كيما كان ديكلونشمون كان هو من في ثاني يقعد في زهانه خاطر تما محطوط زايد في جنين مسكين، الزياد نتاعو محطوط في جنين مسكين. ولو انه هو زاد هنا في وهرن، لكن زايد في وهرن، لكن جدي كان يبغي يحط في العرش نتاعه. سجلها تما، سجلها تما. وين زايد في وهرن بالذات؟ وين زايد؟ زاد في الحمري بصح كبر في مدينة جديدة. كبر في مدينة جديدة في خشة سيدي بلال. هذه اللي قلت لك هذيك وين الطريق تاع الجاردة. كان بكري كان كيوسك تما تاع مسمينها دعاية. في هذيك ديك الجهة زاد هو تربى تماك. تربى لا زاد شوية وبري راح جا مدينة جديدة. ما قعدش بزاف تما. بعد زاد عاود حكموه. في 8 نوفمبر 1954 تحكم في غار بوجليده. تما كان كيفاش تما بيعه شابه بون باعوهوش كيفاش بيعوه تما وكانت بيعه بالصوت بالعذاب الله اعلم. حتى دخلوا عليهم كانوا هما كانوا تما مستمعين كانوا في ذاك الغار في ذاك الغار بوجليده يقولوا غار بوجليده ولا هو في ذاك الغار كان يستنى في الشهيد سي بن عبد الملك رمضان. وكان هذا سي بن عبد الملك رمضان كان مسؤول، هو اصله من الميله، كان مسؤول كان في مصغاني. وكان عمي يستنى فيه باش يلتحق به ويستناو في ان جيد تاع يديهم الغابه باش يديروا لو بريمي بيسي تاع لواس. لكن شاءت القدر باللي سي عبد الملك يستشهد وهو اول شهيد تاع الثوره. سي عبد الملك رمضان اول شهيد تاع الثوره، اول شهيد الثوره هو سي بن عبد الله رمضان في 1954 استشهد اول شهيد. داوه السركاجي داوه من الدار، داوه من الدار، داوه من الدار، داوه من مدينة جديدة. لا هو هذا الحبس الأول، الحبس أيوة لا هو هذاك دوك رايح الحبس تاع 54 لا هذيك تاع 54 الحبس تاع 54 كان بون قعد واحد 7 سوايع ولا تاع أكروشاج. أيوة والله أعلم. ونضرب هو هنايا في الكرع وكي حس باللي صاير تغلبت عليهم فرنسا وحس باللي غادي يموت جبد الكابوس تاعو باسكو كان عنده أسرار وجبد الكابوس تاعو وضرب روحه هنا. باغي يقتل روحه. تيرو على روحه هنا. كي تير على روحه هي كي دخلت منها خرجت من العين. باغي يقتل روحه بور نو بوا ديفوالي لو سكري تاع اللي باقيين. من بعد راح وتعد كاع هكاك وعذبوه وكل شيء. من بعد داروا داووه ومن بعد العائله تاعو دارت له عين تاع الزاج. وقعد في الحبس من وهران تنقل للسركاجي. من بعد انتم اللي درتوا له عينه. ايه خلصناها مش احنا درنا. ايوه شي ماني يا خوصتها شي انا الله يرحمه الله يرحمه. بقى امين نحكم في 1954 و19 جوان و 1956 اعدم. والدي العزاز ميمتي العزيزه راني نكتب لكم وما على باليش الا هاد البريه هي التاليه ولا لا، غير ربي وحده اللي عالم. الا كاش ما صرالي ما تقطعوش لي اسم رحمه الله، على خاطر الموت في سبيل الله هي حياه دائمه، والموت في سبيل الوطن ما هو الا واجب. انتم راكم درتوا الواجب نتاعكم كي ضحيتوا بالعزيزه عندكم. ما تبكوش عليا، افتخروا بي. في الاخير تقبلوا سلام الولد والخو اللي بغاكم بزاف واللي انتوما تاني بغيتوه. انا نظن هذا هو اجمل سلام يوصلكم مني ليك انت يا اما وليك يا بويا والنورة الهواري حليمة الحبيب فاطمة خيرة صالح ودنيا وليك يا خويا العزيز عبد القادر والقاع الناس اللي رايحين يقسموا معكم محنتكم. الله أكبر، هو وحده اللي ينجم ياخذ بالحق. ولدكم وأخوكم اللي يبغيكم من قلبه حميدة.
في الاعدام تاعو نتوما كنتوا على بالكم بالله حيعدموه، كيفاش نتوما تلقيتوا الخبر؟ ما كانش التلفزيون بكري البوست تي اس اف هو اللي قالنا. نتوما حتى نعدموه بس سمعتوا ولا حتى ما نعدموه؟ لا كيما داك الصباح، داك الصباح اللي عدموه فيه بكري هذيك هو تاعك لا فورتوريس تاعنا تاع بكري، هو شحال تي اس اف وتسمع الانباء، وكانت فيه هذيك الطبيعه نسمع الانباء صباح. ايوا صباح الله زابانا ايتي جيوتني مع فرماج. كيفاش تلقيتوا ذاك الخبر؟ كيفاش حتى سمعت الوالده وهذوك؟ كيفاش ما دينا احنا ما تلاقينا به والو، انا وشيباني الله يرحمها. ما كيفاش الخبر؟ ايوا 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 راني جاي، ما خممنا على والو، روحنا شفنا وين كاين شكاين باش نطلعوا الجزائر، وطلعنا انا وما الله يرحمها للمقبره العاليه، كانت في العاليه بكري، ورب باش نشوفوا القبر تاعه. ايوا عطاونا النيميرو تاع الكاري والنيميرو تاع القبر تاعه. ايوا تما كاين عرفنا وين راه مدفون انا وشيبانيه. وتلاقيتوا مع لافوكا تاعه واللي قال لكم كيفاش وارو... لا روا هي افون نروح عند لافوكا منا زعما مانيش عاقل شكون عطانا رونديو لادريس، قالنا روحوا عند زرطال يسموه لافوكا يسموه زرطال، كان حدا التياتر تاع الجزائر، حدا التياتر في لي زاركاد تما كاين. انا زعما عقل عليها مليح هي تما كاين، روحت عندها هي هو ورالي اوريونطاني كي ندير باش نروح لاميري ويعطوني النيميرو تاع الكاري وكذا. هي روحت مسكين غير ورالي اوريونطاني مسكين والله يخلف عليه وكثر خيره. هي تما عرفنا وقال لكم كيفاش صرات الاعدام تاع لا تروازيام فوا حتى الثالثه، المره الثالثه هذاك اعدم الاولى ما حبش توصل الزوجه ما بغاتش والزوجه ما بغاتش والثالثه باسكو كي ما بغاتش الاولى تليفونه والمسؤولين تاع الحبس نورمال لفرنسا وميتيرون كان وزير العدل نورمالمون غراس قال لهم زيدوا كملوا والزوجه ثاني قالوا لهم تقدر تسالي ما عرفت هذه غادي نقولها اونتر بارونتيز قالوها لي العرب مانيش عارف الا بصح اسكي باري راه قال موراها لا مور دو زابانا مورونت لا قالها هذا هذه هو قالها مع عند وزير من الوزاره اللي كانوا معاه وكتب حتى في اللي بلي اسمه كودي بليسي صح الوزير نسيت شكون هو لا جاك دولور ولا كتب باللي قال ميتيرون باللي لا كونداناسيون ولا لا مور دو زابانا مون توجور خاطر دار شوف كي قصر نورمالمون لا غيوتون تحبس اللي غراسي هو زاد وزاد ثالثه دابا الوالد كان ثاني في الثوره مع مجاهد الوالد لا الوالد لا ابويا الله يرحمه لا خاطيه شيباني خاطيه والو واش كان يدير الوالد واش كان يخدم الوالد تاعو كان دوكار حمال انتم العائله كامل غير انت اللي كنت مجاهد فيهم ولا الاخرين راحوا لا مجاهد كان عام مازال ما جاتش لا كان هو لا كاين عمي الهواري كان اخويا هذا عمي الهواري كان مجاهد وكان ماش عارفش صرا له يدخل الحبس ملي دخل السبيطار وتفاهمت تفاهموا دخل السبيطار بليسي ولا مش عارف فاش وتفاهموا تفاهمت فرنسا باش من الحبس كي يخرج في الليل يقتلوه برا جا واحد جا منقور جا منقور هذا كان يعرفه وكان في السبيطار يخدم قال له ما تخرجش باغي يقتلوك قال له بلي كنت تخرج من السبيطار منقور قويدر قال له يقتلوك جا هما قالوا له رسلوا الطبيب باش يقول له يخرج قال له بون تي بو سورتي قال له لا جو ريست قال ما هي وقال لهم بغاو يديروا له العفسه تاع يخرج ويقتلوه هذا عمي الهواري وعمي الشارف هذا ما نعرفهاش انا ما حكش عليه اللي نعرفه شهاده من عند واحد صاحبه كان يلعب معاه قال لي لين قال لي كان يلعب معانا وقال لي كان قوي هذا الشارف قال لي كنا تيرمون كانت عندها قوه كنا نعيطوا لها لا ليجون ايترونجير قال لي كي دخلت الالمان وحاربت فرنسا هنا قال لي هو بغى يتحق بالحرب قال لي روحوا نحاربوا قال لي انا قلت له روحوا نحاربوا قال لي من بعد تطبع عليا اي نروحوا قال لها هاك منيتك قال لها انا كنت نزعق معاك قال لي وصلته للاكار قال لي كي وصلته للاكار قال لي هذاك هو الاخر ومن بعد من بعد هو حكموه بليسي فرنسا باسكو هو حارب مع الالمان كنت فرنسا كان يكره فرنسا ويقولوا الناس حميده احمد زبانة تاثر بالشارف من كرهها لفرنسا يقولوا تاثر من كرهها لفرنسا كانت تاثر بعمه كانت تاثر بخوه خوه الكبير الكبير كاع اخو عم هذا يقولوا من بعد كي حكموه هو بليسي في الجزائر داروه في لاطاب دوبيراسيون
نورمالمون حاجه سهله في الكراع. كتلوه في واحد من ارجي جا جداتي جات للدار عند شي بنيه وقال لها شمتو فيه، قال لها شمتوه وكملوه غلطه وتندفن في ندفن في فما مقبره سيدي محمد. لا سيدي محمد هو ماشي في العاليه، مقبره سيدي محمد. مقبره سيدي محمد، سيدي محمد. والان انا قلت لي بلي كنت صغير، قلت لي بلي كي مات لي زالمون رسلوا للدار كرو، والله كرو بلا لا يقولوا ما لقى وين راحت زعما كان ان سولدا المو. اي والله انتم من بعد بعد ما مات بوه وزبانه تتمك ورحت للثوره، دخلت الثوره. لا لا من بعد من بعد بعد بزاف كاع، باسكو هو وساه وساه بلا ما هو قال لها تقعد، قال لها انت تقعد تخدم على الدار. كان هو مصيك وصاني وصاني، قال لها تقعد تخدم على الدار، بقاو غير يبقوا غير نسات تقعد تخدم على الدار. لو كان سقسيكم كيفاش عائله زبانه كيفاش عاشت مثل 60 يومين هذا، احنا شفنا كامل الاولاد المجاهدين الكبار سطوا الزعماء وكذا، عايش الحياه هانيه درك؟ لا اكثر من هانيه، ماشي هانيه، هانيه اكثر شويه. العائله تاع اول شهيد في الجزائر بالمقصاله كيفاش راهي عايشه؟ نعم عايشه بابسط الامور، خدمنا على رواحنا، خدم علينا. كان في الـ في البومبيه في الـ في, الـ في المطار في المطار وخدم والحمد لله. طلعوه قرار راح داير 16 في فرنسا وكلاسا، هو بدات كلاسا بريمي في لي زيترونجي دوزيام ثم في فرنسا، وشرف مام زاير قالها شرفنا باسكو عنده سبيسياليتي تاع كيفاش يطفي الطيارات هو. وكان مسؤول على 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 بعد ولا مسؤول على المطافي تاع 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 السينيا تاع المطار السينيا، وخدم علينا وحتى كبرنا وخدمنا و ما يقلش عليه. وخاوتك وخاوتك كيفاش عاشوا ابريل؟ ما كانش خواتي، كان باقي غير الهواري. قال الهواري غير واحد برك هي وضربها موتة ثاني هي ثاني دخل النظام وكذا هي. وكيفاش هو كيفاش كان عايش؟ كانوا متهلين فيكم كما متهلين في المجاهدين الاخرين؟ كنا عايشين نورمال، كانت جداتي عندها اون بونسيون تاع مجاهدين. كاينه حاجه اللي نعرفها وكانت عندنا تصويره تودرت، كان يجي عندها بنبله بزاف بنبله، كان قال لها اللي بغيتيه ولا. وخطرة جا اللي سمحتها انا ما شتاش باسكو كنت صغير ما كنت عاد ما زدت ولا، قال لها بالمعنى قال لها لو كنت تبغي نكتب عليك دار الحياه نكتبها. بصح اللي نعرفها انا على جداتي وجدي يقول لك كانوا عندهم واحد القناعه ما تصورش في العقل زعما ما. الحاج كاين الناس اللي هنا كاين اثنين ناس هكذا مجاهدين وهذوك عايشين مليح، شق مليح كاع، شق مليح عايش اكثر من مليح. واه واه انتم ما حوسوش عليكم والله مشوكم والله، انتم ما طلبتوش بحقوقكم. ما حوسوا علينا، ما حوسنا عليهم. سمعت الشيبانيه ثانيه كانت باغي كاع تخرب في فيها هاد الصوالح، قالت ولدي روح في سبيل الله، في سبيل الله والسلام عليكم. وكش ما يعيطوا لكم من الجي هكذا من هذا تاع نقول لك جماعة يعيطوا غير باش باش لا ديكوراسيون زعما كيف كان على شكله على ميضة يقدنا هكا. ما عطاوش قهوه، ما عطاوش قهوه، ما عطاوش طاكسي، كاين كل واحد شاطين له، كاين اللي عاطي له ريستور على اسد مجاهد، هذا هو مجاهد طاكسي على اسمي وغير اللي جاك جابه ما عندوش بزاف وغير بالونطو. الامتيازات ما ديت حتى امتياز يا لا فامي تاع زبانة، لا فامي تاع زبانة ما عطاو لهم والو 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 والو. وكي تجوا في التكريمات هذوك عيطوا لكم ولا ما عيطوا لكمش؟ عيطوك تصويره ويقول لك ابار داو بالك على اخ على خاطر اسم زبانة. عندي جوج خوتي داو دي لوجمون سوسيو زوج دا مكان. لا هذاك ماشي ماشي هما ماشي لوجمون سوسيو تاع عامتهم ماشي زعما قلت لك بالك دايرين دوموند وتا جات عامتهم. كان شريف تاع شريف بالك محمد؟ لا تاع شريف محمد هو تاع الواد كان داير دوموند شريف بالك شوية. وانتم ما عمركم ما طالبتوا بحاجة؟ انتم جامي طالبتوا بحاجة هكذا وهكذا راكم عايشين هانيين؟ لا الحمد لله. وشي بنية ثانية كانت ماكش باغية تاع 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 هذا تاع الريض هذه اللي الهطو يجبد ويدي من عند الحكومة ما تبغيش هذاك الشيء والو. هي كانت وصيتكم تقول لكم قناعه في قلبها. انا ما حكيتش على جدي بس حكيت لحقت عليها هي، كانت عندها قناعه ما تخيلش وكانت عندها واحد كي تهضر الكلام وكان عندها كان عندها حاجه عظيمه. كانت مؤمنه بزاف بزاف. الزعماء تاع الثوره اللي سموا عليهم جامعات سموا عليهم مطارات سموا
على الزبانه سموا عليه اصطاد، سموا عليه قاعه مثلا الدار الثقافه، قولها لي انا نقولها لهم اليوم اللي فيهم لومبيونس بزاف. علاه ما عندناش البيستون، ما عندناش البيستون وما كناش نحوسوا على البيستون. هو دروك هذا الشخص راه ملك الدوله، هو تاع الجزائر كاع ماشي غير تاعنا، هما يعرفوا شي، هما اللي غيمثلوا اصلا تمثيل ماشي حنا، حنا اللي نجموا نمثلوه نقتدوا به. ما انا باغ اكزومبل نكونوا نزاهه شرفاء في هذه البلاد ونخدموا البلاد ونتمنوا كاع الناس تخدم البلاد وتخلي البلاد في امن واستقرار. هذا اللي نقوله. ايوا ان شاء الله. الحاج انتم تشوف باللي عائله زبانه، تشوف باللي كي نقارنوا مع بقيه الزعماء تاع الثوره، عائله زبانه داير لها نفس المكانه، هي تاليه، هي التاليه. هي التاليه، هي التاليه. رغم انه هو الشهيد الاول كامل، وهو الاول. ايوا راهم هما تولى وهو الاول في المقصله. لا ربما يكونوا كاين واحد اخرين كيما هكا ماشي، لا ربما كاين واحد اخرين ماشي، لا ربما بالك هاو يكونوا محقورين كيما حنا. ها ديانا محقورين. انتوما واش تعلمتوا من عمك؟ واش تعلمتوا منه؟ تعلمنا من عمي، اللي تعلمناه هو كي الناس تهضر عليه تهضر على النزاهه نتاعه وعلى الاخلاق نتاعه، وكان ما يهضرش بزاف. ونعطيك مثال، من كان في السون دو فورماسيون كان مع هذا سي قديري، قال لي ما كنتش عارف كاع باللي كان يخدم، قال لي ومام كي كان قرا سودان وقرا شودروني في السون دو فورماسيون. قال لي والحاجه العجيبه، قال لي كانوا لي بروفيسور نتاعو اللي كانوا يعلموه الميتي يعيطوا له مارابو. قال لي وقال لي خطره شتها 12 جار، قال لي بصح ما عرفتش علاه 12 جار. قال لي وقال لي ولا يعاونهم يقري معاهم تما. وتعلمنا منه الشجاعه، باسكو كان عنده الشجاعه، وهذيك الشجاعه والحب تاع الوطن خلاه ما يبغيش يتزوج، خاطر حتى جداتي قالت له تتزوج، قال لها ما نتزوجش. ثم هو تزوج مع القضيه، الزواج تاعه كانت القضيه الجزائريه، ثم كان عنده هدف الجزائر تعيش حره مستقله، وكان قانع باللي الجزائر توصل للاستقلال. ونولي لك للاعدام نتاعه، هذه الشجاعه اللي وصلت حتى يروح ويروح قانع ويروح مؤمن ويفرض عليهم يصير ركحتين وتحبس القرطه، هذا التاثير تاثروا به شباب بزاف، ومنهم علي لابوينت. علي لابوينت هذا شهاده من عند مرت ولد عمتي، خاطر ولد عمتي الثاني كان مسؤول، وهذه من خليفه كانت جاهد، كي كانت جاهد كانت مجاهده وعرفت علي لابوينت. هو حكى لها، قال لها القضيه اللي قالها كان في الحبس على امر واحد اخر، قال لها القضيه اللي خلتني ندخل ونجاهد في سبيل الله، قال لها كي شفت زبانه كيفاش تشهد وعلى هذه القضيه، خاطر حتى هو كيخرج من الحبس قال بيا ولا بلا بيا الجزائر تعيش حره مستقله. ثم تاثر به كاع الناس بهذا الكلام. ويقولوا وقوت كان شجاع بزاف، كان قبل فرحات ولا واش سمعت؟ لا كان اللي كان غادي ينعدم معاه هو فراج، فراج سي فراج عبد القادر العقومي. كدهش وخاف شويه من الاخر، يا الله اعلم يقولوا كان غادي يفوت قبله، وهو طمنه كان غادي يفوت قبله. وقال له خويا، قال لهم انا طمنه، قال له معليش انا نفوت قبله، وطلب باش يفوت قبله. انا مانيش عاقل كي صرا له، يا بكى يا خاف فراج. فراج الخوف، ايوا عليها حميده، قال لهم انا موجه باس. كان صغير هو، كان فراج كان عنده 19 عام وعمي كان عنده 30 عام، لكن زعما تقبل الموت تقبل الشهاده ومات في سبيل الله. زعما الشهاده هذه برهان في البريه نتاعه، كاتب هذا الباساج راني عاقل عليه، مورير بور لا باتري سو ني كان دوفوار، مي مورير بور لا كوز دي ديو سي لا في ايترنيل. اي فوتر دوفوار افو سي سولوي d'avoir sacrifié l'être le plus cher. Le plus cher de la famille. مؤخرا الزبانة داروا عليه فيلم. اسكو فيه حقائق ولا هذاك؟ ما على بالناش كاع كي داروا له. جاو شاوروكم انتوما؟ ما سقسونا ما والو، ما درنا معاهم. واحد ما جاهدش. تما ما داروش في هذاك الفيلم. داروها من راسهم. في هذاك الفيلم ما داروش لو كونتني تاع حياته هنيشان، بغاو يديروا غير حياة سجن وإعدام. تسمى ما حقوش مليح. انا بالنسبه لي حقق مليح اللي دار الكتاب تاع فيفا زابانا،
هذاك اللي حقق مليح ودقق مليح في حياته وفي في جماعته وفي صحابه وفي الفيلم انتم شفتوا باللي كان فيه اشياء ماشي حقيقيه تما في الفيلم. ما نجمش نقول لك اشياء مع غير لو كونت. اسكو كاين حوايج تما كهضروا في الفيلم ما كاش منهم؟ ما شفتهاش انا الفيلم. لا هو ما شافهاش. انا شفته فيلم. انا ما شفتهاش. لا شفته انا وشفته ما شفتهاش معنا. شفته نهار اللي عرضوك مينيستر دو لا ديفونس ولا روحت شفته في الجزائر مع عبد الجليل. غير ماكش عاقل عليه. بلاف كو ماكش عاقل. ما فيش كونتوني ملي. ماشي تاع ما يجلبش. تاع حياه سجين واعدام. هذا ما كان. اسكو كان في حقائق ولا كان؟ لا كان في حقائق. كان حقائق. واش من الحاجات اللي كان في الفيلم ما كانش منهم؟ ماشي ما كانش حاجات ما كانش منهم. كان 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 بالنسبه لي كان معدوم بحقائق كثيره زعما شادر شاهد الظرف في السجن. حتى احنا عندنا دي تيموانياج باللي كان حتى يعلم الناس العربيه يعلم القران. حتى كاين كاين واحد كان يحته على العلم يقول باسكو هو كي دار هنايا قرا في جامع الفلاح وقرا في في في, في, في ليكول بريمير. بصح هو كان باغي يقرا هو طاوسه في كتان في قال له روح. بصح هو كان القرايه هذا كان عنده حب كان يقرا كان عنده حتى كان هنا في الدار ومتودر كان شفته انا كنت صغير كان عنده حتى كتاب تاع كيمياء باش يصنع خاطر كان يصنع القنابل لي بوم ارتيزانال وكل شيء. كان عنده حب تاع قرايه وين وصل في الحبس كان يقول لواحد يقول له خصك تقرا يقول له ما نعرفش تقرا يقول له لا القرايه لازم وتتعلم تقرا. هذاك من بعد في التيموناج تاعي يقول خرجت قريت حتى وليت نقري. كان دار بزاف صوالح في الحبس زعما دي تيموناج ما هضروش عليهم تسمى فوتو ان باساج هكا زعما يوروه يقرا في كتاب باسكو هو كان يحب القرايه زعما ولا يهضر على قشاقره ولا حقائق زعما هما زعما بغاو يوروا حياه سجين ومعدوم اول هذا ما كان. خليها الله. الحمد لله. الحاج دوك نقدروا نشوفوا دوك انا شفنا السي احمد نزيدوا نشوفوا شكون اللي في العائله لهنا شكون اللي هما لهنا احمد. سير نجيبوا نشوفوا في العائله راه عندي خويا الشريف هنا وخويا محمد واختي نبيله وعندي خالي هذا بن يوسف وعندي ولد عمتي حميده وعندي بنت خال بويا راها هنا. هذو كاع يدخلوا. لا يدخلوا راه معنا يدخلوا دوك يدخلوا هي الصح كاع في هذو كاع اللي هضرتهم والحاجه لازم تدخل الحاجه لازم تدخل ان شاء الله تعيط لهم نعيطوا لهم. اوكي نقدم لك بعض الافراد من العائله بالوالده. حاجه مس الخير واش راكي واش الاحوال لاباس؟ تفضلي ريحي معايا الحاجه. والسي بن يوسف خالي. اهلا اهلا. السلام عليكم. اهلا ريح السي محمد. خلي صباطك. السلام عليكم. اهلا اهلا. كيف محمد؟ هو خويا ولد عمتي حميده. هذا ولد عمتك. واه هذا اللي بسمي على الشاي. هذا ثاني. واه حميده. حميده. وعابدين ولد بنت عمتي. اهلا سي عابدين. الله يسلمك. سي عابدين العابدين. مزيان العابدين. هذو هما افراد العائله. بعض من افراد العائله. وخليهم غايبين ان شاء الله. الحاجة واش راكي لاباس؟ مليحة شوية. كاين عندي ميكرو اللي يحب يهضر. هاوليك عندك احمد انت دبر راسك في الميكرو هذا هاو تاعك. محمد واش تحكي لنا على عمك واش تحكي لنا عليه؟ كيشغل عمات تيرك هكا تيرك كل لك لاكيوتين حبست لها جوج خطرات عند الرقبه تاعها ما قلتلهاش حبست لها الاولى والزوجه. شوف العظمه تاع الراجل كي دايره وشو الشجاعه اللي عنده والحماس اللي كان عندهم وما كانش يخاف ما. وثاني معلومه عطات لنا لافوكات من رحنا تفرجنا الفيلم في الجزائر قالت لنا هي زعما دابريها اللي كانت تخدم عندها لافوكا دخل معاهم في من بغوا يعدموه كان لابوكا كان حاضر قالها باللي الدم تاعها ما زعطش قالها الدم تاعها سالعي تما قالها سال بهدوء ديرك اللي كانوا دايرين الباسينه قالها خرج هي قالت هذه قال زعما زوطال قالها لا حاجه لا عجيبه الدم خرج بهدوء ما 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 هذه زعما مش عارف كبير الحمد لله زين العابدين كش ما تقول كلمه زين العابدين. السلام عليكم. مرحبا بكم عندنا في الدار هنا شرفتونا. مرحبا بكم. الحمد لله بكرمتونا الحاج بونا والحمد لله يا ربي
الحاجه اللي نعرف على الشهيد، انا ما نعرفش حاجه كبيره خاص صغير بزاف، بصح الكبار يحكوا لي عليه. الحمد لله بي كان زعيم وكان رجل وكان قائد، كان قائد في الغرب هنا كومبلي، كان الغرب هو حاكمه هنا، والحمد لله ربي مات شهيد ونال الشهاده، وان شاء الله يكون في الميزان الحسنات وربي يتقبله ان شاء الله في مع الشهداء والصالحين ان شاء الله. الحاج انت يا كش ما تقول لنا حاجه على على اكثر مني على الوالده تاعك، الحاج تقول الوالده تاعو واش كانت تحكي لك الحاج الوالده تاعك؟ لا لا هاكي هاكي ما تحكيش ما نحرجكش انا ثاني معليش ما تحكيش. ربي يحفظكم. مفاجأة هذا لا لا قبل ما تقولي المفاجأة لازم نرجع لك هذا باش تقدر تقولها لي. سي توفيق اسمح لي، كاين واحد المفاجأة أنا ديناها للحاج إن شاء الله، دوك نفاجئكم بها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله تكون إن شاء الله غير سمحوا لي برك دوك نجي. المفاجأة هذه المفاجأة هي باللي اليوم جات الصدفة باللي هو عيد ميلاده اليوم، والصدفة ما جيتو فيها حظة. تبارك يا سيدي هذا شرف لينا. شحال اليوم؟ 80 عام اليوم. 80 اليوم جات في 19 ديسمبر 1936 واليوم رانا في 19 ديسمبر 2016 80 عام تبارك الله. 80 ملعة والله يزيدها في العمر ان شاء الله. الحمد لله جينا جوزناها معك 80 الحمد لله عام، وجينا جات المناسبه انه نفرحوا معك ثانيك. نعم ان شاء الله جات مناسبه راح نفرحوا معك ان شاء الله، وهذا شرف لنا الحاجة. قدر ربي نجوا معكم اليوم سبحان الله. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله الحاجة. عمر ما دير ان شاء الله ان شاء الله عمر ما دير ان شاء الله غير 90 بزاف. ربي ان شاء الله يعطيك الصحه والهنا ان شاء الله، وان شاء الله انتم جبتوا لنا الثوره دوك هنا معاكم. الله يسلمكم. انا صافي بليزير قاعد مع عائله مجاهده كما انتم. مرحبا بكم ان شاء الله ان شاء الله. ربي يحفظك. كيفاش نديروا لها شحال داروا لك؟ 80 روح انا امبارح حينقص والله زيد دايرين 80 هنا ما دايرين 80 صح داروها بالمقلوج بالزهاك لا ياش داروا لهم اليوم انا مازال الحاج تحب الطفيه تحب تخليها شاعله طفيها كيما حبيت ليه طفيها حتى يجيبوا باش نكسم جابولك جابولك باش نكسم وراه ياخذ لي يكسم راه ياخذ لي هنا ها يا صح ها ها الله خلي لي حط حط هنا ها يا ها هو باش نلحق عليها يا بسم الله ريح هنا بصح ما ريح في الارض في الارض في الارض ما تريح ليش تماك تولي ما يبانوش هما عيد ميلاد سعيد اللي يجي يسلم على جدو يجمع تماك جمع جمع في الارض في الارض في الارض في الارض في الارض جمع في الارض جمعوا 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 جمع هنا اروح جمع هنا اروح عبد القادر اروح